مرآة لما يحدث للجماهير اللي هو بيعيش في وسطها. صح. وبعدين لتقديم الجديد وتطوير نفسه دائما، يعني ما يقفش عند حاجة معينة ويقول أنا والله ده أنا اكتفيت بكده، أبدا بالعكس، لازم كل فترة يعمل تحويل في أدائه، ده بالناحية المطرب. نعم. تحويل في الألحان اللي بيغنيها، تحويل في الكلمات اللي بينقيها. نعم. وهكذا. فأنا بعتقد أن هي دي الحاجات اللي بتخلي الفنان يحافظ على مكانته، لأنه وبعدين يعني طريقة التعامل مع الجماهير لازم تبقى طريقة واحد منهم. الفنان بتحدد قيمته ومكانته موهبته هو، نعم، ودراسته هو وأعماقه هو. مفيش يعني ممكن تخلق فنان على ورق، ممكن تكتب عن فنان لغاية ما اسمه يملى الدنيا كلها. نعم. وتعمل له أفلام والآخر، وكام واحد طلعوا وتعمل لهم أفلام. نعم. على أساس أنهم ينافسوا عبد الحليم حافظ أو غير عبد الحليم حافظ. نعم. واخد بال حضرتك؟ لكن في الآخر كل دول بتحددهم موهبتهم الحقيقية. فالأستاذ هاني شاكر أو الأستاذ محرم فؤاد أو الأستاذ عبد اللطيف التلباني أو الأستاذ ماهر العطار، دول ناس طلعوا وتعمل لهم أفلام وحيتعمل لهم أفلام والآخر، لأنه ما فيش واحد يقدر يجيب عبد الحليم حافظ يعمل له فيلم كل شهر ويديله 50,000 جنيه. نعم. يعني أنا وصل أجري في الفيلم 50,000 جنيه في الفيلم، مش ممكن واحد يجي النهاردة يعمل فيلم إلا إذا كان هيعمله كل، أنا بعمل فيلم وبعدين أنا ما أقدرش أعمل فيلم كل كل شهر ولا كل شهرين ولا كل 3 شهور. نعم. واخد بال حضرتك؟ أنا بعمل فيلم كل 2 كل 3. يعني أنا آخر فيلم أبي فوق الشجرة سنة 70، إحنا سنة 73. نعم. ف3 سنين ما عملتش أفلام. فالمجال منفتح للجميع وبلا منافسة ولا أي حاجة أبدا. ده أنا راجل فضلت مرة عيان 4 سنين لا بغني ولا بمثل ولا باجي ناحية الإذاعة ولا التلفزيون ولا حاجة، ويقول لك ده سدد الطريق على الناس. طب ازاي اذا كنت انا عيان 4 سنين؟ يعني طب اللي عايز يظهر موهبته ممكن يظهرها وما يظهرهاش على اكتاف حد. نعم. الفن ما فيهوش تحدي، ما فيهوش الهيصة دي كلها. وهذا ينطبق طبعا على اي انسان اخر يريد ان يضع في اعتباره اللي قلت عليه انه المنافسة ومنافسة شيء، هذا ما يوصل الى نتيجة. الانسان اللي عنده موهبة وعنده استعداد وعنده ذكاء يوصل رغم انه يمكن ما يتكتبش عنه كلمة واحدة. هذا صحيح. واخد بال حضرتك؟ هذا صحيح. بيوصل. انا قعدت لمدة 2 أو 3 سنين وانا بغني محدش كتب عني خالص. نعم. هل معنى كده ان انا ما الناس ما التفتتش لصوتي؟ ما انتبهتش لصوتي؟ سلام. احنا الواقع عشنا شوي يعني مع الفيلم، لانه يعني كان في تمثيل صادق جدا. وانا يعني سالت لانه الفيلم لما يكون يحكي جزء من قصه حياه فنان الحقيقيه فبيكون يعني يمثل او لا يمثل، بيكون حقيقه يعني. هو جزء المرض بس هو الحقيقي، لكن يعني مثلا انا ما شفتش والدتي خالص. يا سلام. يعني والدتي توفت في ولادتي. للأغنية العربية في هذه الأيام ونظرتك القادمة لها؟ ما أعرفش، يعني أنا بشوف إن الأغنية العربية تطورت كتير في خلال المدة بتاعت 20 سنة اللي فاتوا. نعم. ويعني إنه لما إحنا طلعنا قدرنا نبسط الأداء. نعم. نخلوش أداء معقد، ودي كانت حاجة كويسة. يعني كل واحد دلوقتي بيحس انه يقدر يغني يعني. وبعتقد انه ده هيزيد مع الأيام. الغنوة مش هتبقى طويلة الطول الحالي، وإن كان لسه برضو طبعا تعرف الجماهير العربية بتحب. نعم. برضو الأغنية الطويلة شوية، لكن ده يعني مع الزمن هيقل. بتصور ان الموسيقى العربية انها هتدخل في المجال العالمي بانها يعني تتخذ الى حد ما يعني الطريقة العلمية في
انتشار وصول الأغاني. لا، الطريقة العلمية في صناعة الأغنية أو في صناعة الموسيقى نفسها. يعني تعرف حضرتك أنه الموسيقى خلق جملة، نعم، وبعدين بيدخل العلم يطور هذه الجملة، نعم.